بجامعة حلوان دكتور محي سامي الشباسي. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا يسعدني ان اكون مع حضراتكم في العرض التقديمي او البرزنتيشن المتعلق بجامعة حلوان. احنا هنحاول نتعايش وناخد جولة بسيطة وبشكل مختصر عن جامعة حلوان، ونخش كده نشوف شكل جامعة حلوان، احاول اعرضها لحضراتكم واهم البرامج المتميزة ليها، وناخد نبذة مختصرة عن جامعة حلوان. طبعا ده يا جماعة الصور بتاع جامعة حلوان من فوق، ده شعار جامعة حلوان. جامعة حلوان بالنسبة لنا تعتبر جامعة حديثة نسبيا، هي تم إنشاءها عام 1975. طبعا ملاحظين الشكل الشاسع اللي موجود للجامعة، لأن تم إنشاءها على مساحة شاسعة تقدر بحوالي 350 فدان. جامعة حلوان تعتبر من الجامعات الحديثة، ولكنها ولدت كبيرة وعريقة، وذلك نظرا للانضمام إليها ثلاث كليات عريقة، هي كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية. طبعا اللي حضراتكم شايفينه ده مجمع الفنون، هتكلم عليه بشكل تفصيلي بعد شوية. ده لقطات من الجامعة، دي طبعا حفل التخرج للطلاب، طلاب الجامعة. طبعا نظرا للتقدم التكنولوجي ومسارة التطورات، جامعة حلوان كان ليها السبق في إنشاء جامعة أهلية، هي جامعة حلوان الأهلية، لي بها العديد من البرامج المتميزة اللي مش موجودة اوريدي في كليات الجامعة حاليا. أضف إلى ذلك أن برامج الجامعة ليها برامج متميزة في العديد من الكليات، سواء كلية التجارة، سواء كلية العلوم، سواء كلية الطب، سواء كلية السياحة والفنادق. وهنحاول ناخد نبذة مختصرة عن بعض هذه البرامج المتميزة لكلية التجارة BIS FMI وكلية العلوم وكلية السياحة والفنادق وبعض الكليات الأخرى. طبعا زي ما حضراتكم شايفين العدة دي كانت نظرة عن كلية الهندسة. جامعة حلوان لديها العديد من البرامج والكليات التي حاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد. اللي احنا حضراتكم بتشوفوه دوت ده من داخل كلية الهندسة. جامعة حلوان بتتمتع ان ليها مقرين لكلية الهندسة، هندسة المطرية ودي مقرها في المطرية، وهندسة حلوان، احداهما متعلق بالانشاءات او المعماري، الهندسة الاخرى متعلقة بهندسة الالكترونيات والطاقة والقوى المحركة. دي بعض الاشكال من داخل كلية الهندسة. زي ما حضراتكم شايفين المعامل المتطورة، تدريبات لبعض الطلبة، الجانب الفني بتاعها والالكترونيات اللي موجودة والاجهزة الخاصة بيها. طبعا جامعة حلوان اصلا تعتبر تم انشائها لتكون جامعة تقنية تطبيقية فنية، نظرا لتميزها بجانب هائل من القطاعات الفنية، وتميزها في جانب هائل بسواء الفنون او الفنون التطبيقية او التربية الفنية، بالاضافة ايضا الى كليات الادبية زي كلية التجارة وكلية خدمة اجتماعية. اللي قدام حضراتكم دوت دي حفلة من افتتاح الطلاب الوافدين. جامعة حلوان تتميز بجذبها عدد كبير جدا من الطلاب الوافدين، يقدر ب 2400 طالب وافد. دي كانت حفلة افتتاحية لترحيب بطلاب الوافدين، وكان على هامش الحفلة كان في حفلة للطلاب السودانيين. اللي قدام حضراتكم دوت او الافتتاح اللي قدامه في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده مركز الاختبارات الالكترونيه، الهدف منه الوصول لاعلى درجه من الجوده في العمليه التعليميه، لان بيتم الاختبارات بشكل الكتروني بدون تدخل العنصر البشري على الاطلاق. اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده نوع من انواع التنميه وخدمه المجتمع والبيئه. جامعه حلوان تتميز في هذا السبق، نظرا لانها استطاعت ان تعمل أو تقوم بتنميه البيئه المحيطه بها خارج جامعة حلوان، وشاركت في الحياة كريمة. اللي قدام حضراتكم دوت بعض الشراكات اللي قامت بها جامعة حلوان مع بعض الدول الإقليمية والمحلية والدولية. اللي ورا دوت دي جامعة حلوان شاركت في تزيين الجدارية المتعلقة بنقل المومياوات من متحف المصري إلى متحف الحضارة، وشارك فيها قطاع الفنون وتم تكريمهم، واكيد حضراتكم اكيد شفتوها كلكم في التلفزيون، وتم مشاركتها ايضا مشاركه طلاب كليه التربيه الرياضيه، لان هم اللي عملوا العروض اللي موجوده. زي ما حضراتكم شايفين التكريم اللي تم للطلاب من وزير الاثار خالد، الدكتور خالد عناني، ووزير الشباب والرياضه، وده تكريم لمعرض او انشطه رياده الاعمال والانشطه الفنيه اللي تمت داخل الجامعه، ده تكريم رؤساء الجامعات للطلاب المشاركين. جامعه حلوان دائما متميزه في مجال الفنون والاداب. اللي قدام حضراتكم دي تعتبر سابقة الأولى من نوعها، هو قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مجمع الفنون والثقافة، الذي يعد
أضخم وأكبر المجمعات المتعلقة بالقاعات والفنون والثقافة على مستوى الجامعات المصرية. دي جولة بسيطة داخل هذا المجمع المتعلق بجامعة مجمع الفنون والثقافة. ده الدخلة بتاعة المجمع. زي ما حضراتكم شايفين المجمع ضخم جدا. دي كافيتيريا مصغرة قبل الدخول للقاعات. دي أكبر قاعة داخل جامعة حلوان. دي بيتم فيها إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات والعديد من ورش العمل. حاليا دلوقتي حالا في الوقت اللي احنا واقفين فيه بيتم فيها إقامة الدورة التجارية رقم 35 اللي بتستضيفها كلية التجارة جامعة حلوان على مستوى جميع الكليات. مستضافة فيها جميع كليات التجارة على مستوى الجمهورية داخل هذه القاعة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. طبعا تم إقامة فيها العديد من حفلات التخرج، وأقمنا فيها حفلة خاصة لخريجي طلاب جنوب السودان على مستوى الجامعات المصرية، وبيتم فيها جميع حفلات التخرج لكل الكليات بتاعة الجامعة. نظرا زي ما حضراتكم شايفين القاعة عاملة إيه، بيتم فيها القيام ببعض العروض الفنية والعروض المسرحية. طبعا جامعة حلوان لن تغفل ولا تغفل عن الأنشطة الطلابية، تهتم جامد بالأنشطة الطلابية، تهتم جامد بالأنشطة الاجتماعية داخل الجامعة. زي ما حضراتكم شايفين هي بتضم 6 قاعات، بيتم فيها عمل ندوات، مناقشة الرسائل، فيها قاعة اسمها مجمع الفنون والثقافة، بتشمل مجموعة من اللوائح، اللوح ومجموعة من التماثيل والزخارف زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. طب السؤال المهم، اخش جامعة حلوان ليه؟ ايه اللي يخليني اخش جامعة حلوان نيابة او ما اخشش جامعة اخرى غير جامعة حلوان؟ جامعة حلوان بتميز باول حاجة فيها صف عالي الكفاءة جدا من اعضاء التدريس والفنيين والاداريين، فيها الفاسيلتيز الكاملة من المباني زي ما حضراتكم شايفين، فيها اماكن خضراء كبيرة، فيها برامج متميزة تميز هذه الجامعة عن باقي الجامعات. جامعة حلوان لها السبق في قيام العديد من البرامج المتميزة، على سبيل المثال في كلية التجارة أول كلية عملت برنامج البي آر إس البيزنس انفورميشن سيستم والإف إم آي والعديد من البرامج الأخرى في جميع الكليات. طبعا أنا هسيب حضراتكم تبصوا على المعرض الفني وأنا دوري كده انتهى. أنا هدي لحضراتكم فرصة لتجارب بعض الطلاب والزملاء المتميزين لعرض بعض البرامج المهمة عندنا. طبعا احنا عايزين وقت كبير جدا عشان نقدر نعرض الكم الهائل من جامعة حلوان. هنعرض مثلا كلية السياحة وفنادق على سبيل المثال، وكلية التجارة بي اس و اف ام اي، وهنعرض جزء لكلية العلوم. انا كده دور انتهي. شكرا لحضراتكم، هسيبكم مع زميلتنا مريان هتعرض لكم كلية السياحة وفنادق. شكرا لحضراتكم. صباح الخير على حضراتكم، سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة. حابة أكلمكم النهاردة أكتر عن كلية السياحة والفنادق. يلا بينا نبتدي. مبدئيا الكلية مش موجودة جوه الحرم الجامعي، الكلية موجودة في المانيال شارع عبد العزيز آل سعود. الكلية بيرجع تاريخ تأسيسها لسنة 1975، السنة اللي تأسست فيها جامعة حلوان. تمام. طيب تعالوا نتكلم اكتر ونعرف الكليه بتقبل الطلبه الجدد بناء على ايه. احنا عندنا شرطين اساسيين. اول شرط انه خريج الثانويه العامه يكون جايب نسبه ما تقلش عن 70% في ماده اللغه الاجنبيه الاولى، يعني يكون مش جايب اقل من 35 من 50. تاني حاجة احنا برضو عندنا شرط تاني اللي هو المقابلة الشخصية او الانترفيو، ودي بتبقى مقابلة بسيطة جدا ما بين دكتور عندنا في الجامعة وما بين الطالب. بيبقى زي تعارف، الطالب بيعرف نفسه وكمان بيقول هو حابب ليه يخش القسم اللي هو عايزه. احنا الكلية عندنا فيها 4 اقسام، ده بالنسبة لدرجة البكالوريوس. اما بالنسبة للدراسات العليا ففي برامج تانية كتير، هركز معاكم النهاردة على البكالوريوس. مبدئيا الاربع اقسام اللي هقولهم دول مفيش تنسيق داخلي بيحكم الاختيار ما بينهم، الطالب هو اللي بيختار بناء على رغبته وميوله. اول قسم عندنا هو قسم الدراسات السياحيه، متاح فيه الدراسه بالعربي او باللغات. القسم ده بيأهل الطالب ان هو يتخرج يشتغل في شركات سياحه او شركات طيران او اعمال مطارات. احنا عندنا القسم ده بيتيح للطالب التدريب العملي، وده بيكون تدريب في الاجازه الصيفيه، بيكون لمدة شهر في سنة تانية ولمدة شهرين في سنة تالتة. مش بس كده، كمان احنا عندنا ده أول قسم. القسم التاني قسم الإرشاد السياحي، وده بيكون الدراسة فيه باللغات فقط لا غير، وبيأهل الطالب إن هو يخرج يشتغل في مجال الإرشاد السياحي. تمام. عندنا برضو في القسم ده في مادة اسمها مادة الإرشاد التطبيقي، ودي المادة دي بتدرس على مدار ال4 سنين. كل المحاضرات والامتحانات وكل حاجة ليها علاقة بالمادة دي بتكون جوه المتحف المصري.
ثالث قسم عندنا هو قسم الإدارة الفندقية، والقسم ده متاح فيه الدراسة بالعربي أو باللغات. القسم ده بيتيح للطالب إن هو يتخرج يشتغل في مجموعة مختلفة من الأقسام اللي موجودة جوه الفنادق، زي الاستقبال، زي الحجوزات، زي المطاعم، زي العلاقات العامة، الموارد البشرية، تنظيم الاحتفالات، كل الحاجات دي. كمان القسم بيتيح برنامج مميز اسمه برنامج التعليم التبادلي. البرنامج ده برنامج شراكة ما بين الكلية وما بين مجموعة من الشركات زي ماكدونالدز، زي برجر كينج، زي ماريوت وغيرها من الشركات. البرنامج ده بيتيح للطالب ان هو يدرس ويشتغل في نفس الوقت، بيدرس يوم واحد في الأسبوع وبيشتغل بقية الأيام. الشركة اللي بيشتغل فيها هي بتبقى كفيلة ان هي تدفع لي المصاريف بتاعته، كمان تديله باكت ماني. وفي نهاية الأربع سنين الطالب بياخد بكالوريوس، بكالوريوس اسمه إدارة وتشغيل المطاعم. آخر قسم بقى أو أحدث قسم عندنا هو الدراسات المتحفية، وده أجدد قسم عندنا في الكلية، تخرج منه دفعتين لحد دلوقتي. القسم ده فيه مجموعة من المنح اللي بتقدم لاستكمال الدراسة بعد كده في ألمانيا، وهو القسم الوحيد اللي بيعتمد على نظام الكريديت أورز. أنا كده اديت نبذة مختصرة عن كل قسم، لو حد محتاج أي حاجة هكون متاحة معاكم طول اليوم، وممكن تقدروا تخشوا على الصفحة الرسمية للكلية على الفيسبوك، اسمها بالعربي اتحاد طلاب كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان. هسيبكم دلوقتي مع زميلي عبد العزيز هيكلم عن قسم البايوتكنولوجي في كلية العلوم. شكرا لكم. صباح الخير، معاكم عبد العزيز من كلية بايوتكنولوجي كلية العلوم الفرقة الثالثة. هنتكلم النهاردة عن البايوتكنولوجي، موليكولار بايوتكنولوجي. يعني ايه موليكولار بايوتكنولوجي؟ ده تطبيق حيوي على كل المجالات الحيوية، وبيجمع معظم الحاجات الحيوية زي البايوكيمستري والبيولوجي، عشان نقدم برودكت يحل مشاكل زي الفاكسين، زي ما حلينا برضو الكوفيد 19، حلينا مشكلة الكوفيد 19 بالفاكسين. تمام؟ هنتكلم برضو عن المجالات اللي بيخش فيها البايوتكنولوجي، المجالات اللي بيخش فيها البايوتكنولوجي والمعامل اللي بتقدم في كلية علوم جامعة حلوان. المعامل بتنقسم لخمس وحدات: المولكولار بيولوجي، والمولكولار دياجنوستيك يونت، والبايو انفورماتكس، والبروتين الكتروفريسيس، والتيشو كلشر، والستيم سيل. دي المعامل اللي بتؤدي يعني بعد كده ان الطالب يعمل حاجه العملي على بعد ما يخلص الحاجه النظري يؤديها عملي. زي ما انتم شايفين ده تطبيق للمعامل. دلوقتي الطالب بعد ما يخلص البايوتكنولوجي عايز يعرف هو هيشتغل ايه. المجالات العمل للبايوتكنولوجي زي الاي في اف والفورنسيك ساينس، البصمه الوراثيه، وفي برضه التيشو كلشر والستيم سيل، زراعه الانسجه، وفي المراكز القومي للبحوث وزي المجال الاكاديمي الريسيرش. وبالفعل نشرنا ابحاث في مجلات علميه كبيره، وفي برضه ده بس نخلص الجوله في المعامل اللي عندنا. زي ما انتم شايفين دي برضو المعامل اللي موجوده في البايوتكنولوجي. كل طالب بيشتغل بإيده عشان يخلص الجزء العملي بتاعه. مجالات العمل هنا في برضو الميديكال اناليسيس والفورنسيك ساينس، الميديكال اناليسيس، وفي كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. بيروح البايوتكنولوجيست، بيروح الشركات والمصانع يحدد الكواليتي بتاعه المنتجات عشان يعرف دي كويسه صالحه مثلا ولا لا. في برضو الكريكولم بتاع البايوتكنولوجي هو 149 ساعه معتمده، بينقسم لثلاثه. في برضو الكليه بتعمل ساينتفك سيمينارز، ندوات علميه عشان يزود الباك جراوند بتاعه الطالب ويحسن من ويعمله مور كواليفايد لسوق العمل. وفي برضو هنا تريننج كورس بيحصل كل سنه، وفي برضو بيحصل انترنشيب
للطلبة الأوائل بعد سنة ثالثة. في الجرادويشن بروجكت بتاع البايوتكنولوجي بيبقى فيه 2 جرادويشن بروجكت، واحد في السمستر الأول وواحد في السمستر الثاني. وده جرادويشن بروجكت. هنا برضو الكليه بتقدم وبتساعد كل طالب في الجرادويشن بروجكت ان يعمل الحاجه دي عملي ويحققها باعلى كفاءه. زي برضو هنا الطالب معانا امير عمل بحث عن الرامينوليبيدز اجينست الفيروس كوفيد 19. الفيديو هيوضح دلوقتي. هنا زي ما انتم شايفين الفيروس، هو هنا الرامينوليبيدز، مركب الرامينوليبيدز بيمسك في السبايكس بتاعه البروتين بتاعه الفيروس ويمنع الفيروس يعمل اتاتش ويز اني سيرفيس، فيمنع العدوى بتاعه الفيروس ده كوفيد 19. هنا برضو دي جراديويشن بروجكت، دي صور الجراديويشن بروجكت. واحنا شاركنا جامعة حلوان قسم بايوتكنولوجي برضو شارك في مسابقة سول وخد بالفعل 2022 3 مراكز ومنهم المركز الأول في الساينتيفيك ديبيتس. دي برضو ساعة مسابقة سول وشاركنا برضو في فريق اسمه نانو سيلا، ده شارك في المسابقة اسمها ابتكار وخدنا المركز الثالث. وفي برضه زميلنا اسمه محمد نصر خد وصل للسيمي فاينال في الفيم لاب، دي مسابقه برضه بتتعمل للبايوتكنولوجي ولتبسيط العلم. دي صور لحفلات التخرج بجانب برضه حفلات التخرج بتحصل في البايوتكنولوجي. هسيبكم بقى مع نورهان هتقدم الاف ام اي. مساء الخير عليكم. انا النهارده هشرح لكم ايه بروجرام اف ام اي. اولا انا فريش جراديويت من اف ام اي والاولى على الدفعه، كرنتلي انترنينج في ماستر كارد. و دلوقتي بقى هقول لكم ايه البروجرام اصلا بتاع اف ام اي ده وليه تدخلوه. طيب هو اصلا يعني ايه اف ام اي؟ هو برنامج المنشآت الماليه والاقتصاديه. طيب احنا دلوقتي بنذاكر ايه؟ احنا financial markets and institutions. احنا المين فوكس بتاعنا بيبقى finance، يعني احنا بنفوكس على مجال التمويل، مجال التمويل للشركات، ممكن شركات التأمين brokerages، ممكن مثلا consulting firms. احنا عندنا كمية varieties كتيرة جدا في البروجرام بتاعنا وبنبقى بنجد based في البروجرام بتاعنا ده عن طريق كل الريكويرمنتس وكل الاورز اللي احنا بناخدها. طب احنا السيستم ازاي بتاعنا؟ احنا كريديت اورز بروجرام، يعني احنا مش امتياز وكده، احنا جي بي اي. الجي بي اي بتاعك ده بيسهل لك كل ما يعلى، كل ما انت بتتسهل فرصتك ان انت تختار جدولك اسهل، تختار الدكتورز بتوعك، بيسهل لك برضو ان انت في عندنا انترنشيبس. السنه دي كان عندنا اكشلي الكليه ادت لنا فرص ان احنا ناخد انترنشيب في بنك فيصل الاسلامي، وكمان كان عندنا انترنشيب لاول 10 اوائل من الدفعه، وكمان انترنشيب لماجد الفطيم كارفور وكده وسيتي سنتر، برضو كان عندنا اول 10 اوائل خدوا انترنشيب فيها. طيب جامعه اف ام اي اللي يخليني اسيب اي جامعه تانية وادخلها. اف ام اي اللطيف اللي فيها او اللي بيخليني دايما ان انا بشجع الناس ان هي تدخلها، ان انت لو دخلت اي كليه عادي انت مش بيبقى عندك وقت ان انت تشتغل على نفسك. اكشلي في اف ام اي احنا عندنا فليكسيبيليتي والدكتورز بيسمحوا لنا بكده وبيشجعونا على كده، ان احنا يبقى عندنا وقت ان احنا نشتغل على نفسنا، ان احنا ناخد كورس زياده، ان احنا نشتغل على الحاجات مثلا بيوجهونا ناخد كورس ايه بحيث ان احنا اول ما نتخرج على طول نشتغل. طيب احنا عندنا فعلا علينا بجد اقبال كتير جدا، واحنا عندنا هايبريد سيستم، احنا بيبقى اسبوع اونلاين واسبوع اوفلاين، فده برضو بيساعد ان احنا دايما نختار وقت الانسب لينا او الاماكن او المجهود نوفره بطريقه صحيحه عشان نقدر نوصل لحاجه بعد اند اوف الاربع سنين.
احنا خدنا احسن بروجرام في كليه حلوان في سنه 2020 وخدنا والاوائل بتوع الدفعه بتاعتنا السنه اللي فاتت اول الدفعه هو دلوقتي معيد وده حاجه بصراحه يعني انا نفسي اعملها ان شاء الله. احنا برضو عملنا ودي حاجه مهمه جدا عندنا ستودنت اكتيفيتيز كتيره المين بتاعنا CFA Ambassadors FMI. CFA Ambassadors FMI ده مع CFA Society in Egypt. طبعا في شهاده مهنيه مهمه جدا اسمها CFA في مجال الفاينانس. CFA هي اصلا دلوقتي الناس اللي شغالين مثلا في هيرماس بلتون كل الحاجات اللي هي البيوت الماليه او الاقتصاديه دي لازم يبقى معاهم CFA. فاحنا كطلاب مش بنبقى عارفين ايه هي الشهاده دي, فاحنا بنبتدي نتمرن في مسابقات تبع CFA Society, نكتب financial reports, بنعمل تطبيق على الشركات عشان نعرف نعمل لها تحليل وvaluation, نعرف سعر السهم هيوصل لكام. كل ده احنا بنجربه قبل ما نتخرج اصلا عشان لما نتخرج نبقى جاهزين على طول ان احنا نشتغل, وعشان لما نتخرج نقدر ان احنا على طول نوري المودلز اللي احنا اشتغلنا عليها والتطبيقات الفعلية اللي احنا عملناها عشان للشركات عشان نقدر نقولهم ان احنا فعلا بنعرف نعمل ده. طبعا احنا بنعمل بقى عندنا سبورتس اكتيفيتيز وعندنا الفطار في رمضان يوم بيبقى يوم جميل بصراحه, واول يوم انترودكشن بقى عشان الناس الجديده والستودنتس الجديده وكده, وعندنا برده فريق كورال ومسرح وبيكسبوا اكشلي خدوا السنه اللي فاتت مركز اول او مركز تاني في المسابقه على جميع مستوى الكليات, فهم بصراحه مشرفينا يعني. احنا كمان الكليه جددت بقى في 2020 بقت مجهزه بقى فيها كمبيوترز فيها لابس, بحيث ان اللي عايز مثلا يو ورك على كمبيوتر مثلا من اللاب اللي في الشركه او كده احنا من يعني كانه في شركه وكده برده كل ده موجود ومتاح عندنا في الكليه. برضه في كوفيد 19 عملنا الريستريكشنز والريكويرمنتس عشان احنا ناكد السيفتي بتاعه الستودنتس, وكانوا فعلا ما ينفعش نخش الامتحان من غير ما يعني من غير ما نقيس الحراره ومن غير ما يتاكدوا ان احنا كويسين. فدي حاجه بصراحه يعني بيهتموا ان احنا يعني جامعه حكوميه بس احنا ستيل بيهتموا جدا بالبريكوشنز والحاجات دي عشان نتاكد ان احنا في مكان امن بصراحه. يعني انا بحب كليتي عشان كده, احنا بحس ان احنا دايما بيهتموا بينا, دايما بيشجعونا نروح فين او ايه الخطوه اللي جايه. عندنا ارشاد برضو لو احنا مثلا حصل دروب في ماده ما لحقتش تاخد الماده دي السنه دي, ايه احسن طريقه تقدر, عندنا الارشاد بتاعنا ينصحك ايه احسن طريقه تخلص بيها المواد دي بحيث ان انت ما تتاخرش عن زمايلك. وبرضو عندنا إناكتس وسلمى هتحكي لكم اكتر عليه ما تيجي تحكي عن بي اي اس, بس احنا برضو احنا بيبقى ما بين اف ام اي وبي اي اس إناكتس, واحنا السنه دي خدنا سكند بليس في إناكتس على كل الكليات وبس. انا عايزه اقول لكم حاجه بقى برضو عشان دي حاجه مهمه, احنا دايما بنقول ليه الكليه دي عشان احنا دلوقتي مثلا اعرف ناس اتخرجوا واوريدي بيشتغلوا ممكن مثلا في ستارت ابس فينتشر كابيتالز ممكن في كونسلتنج. انا كنورهان انا مثلا شغاله في انترن في ماستر كارد كونسلتنج داتا اند سيرفيسز, فاحنا يعني دايما بندور ان احنا مش بس في المجال بتاع التمويل, لا احنا بروكرجز انشورنس موديلنج وشركات ويعني كل اللي نفسكم فيه ان شاء الله. بس كده شكرا. انا سلمى فريش جراد من بي اي اس. بي اي اس هو برنامج تابع لتجاره واداره اعمال حلوان, بندرس فيه بزنس وكمبيوتر ساينس. هو اسمه بي اي اس دي ترجع لايه؟ ترجع لبزنس انفورميشن سيستم. فزي ما قلت لكم احنا بندرس بزنس وكمبيوتر ساينس, بندرس بزنس ادمنستريشن زينا زي اي طالب تجاره عادي, بس 70% من الدراسه بتكون اي تي واي اس وحاجات ريليتد لكمبيوتر ساينس نقدر نوظفها كبزنس وايز. الكليه مكانها في الزمالك, الكامبس بتاعها في الزمالك مش في حلوان. الكليه مجهزه بكل السيتنجز على اعلى مستوى, الطالب بيخش فيها الدكاتره بتساعده على كل حاجه. ليه اصلا الطالب ممكن يخش فيها؟ لان هي اول حاجه زي ما قلت لكم الموقع بتاعها
كويس كزمالك، فهو مش هيبقى بيتعرض ل يعني للانفايرمنت البعيده اكتر. تاني حاجه هو السيتنجز بتاعت الكليه مجهزه على اعلى مستوى زي ما قالت لكم نورهان. تالت حاجه احنا عندنا دكاتره مستوى عالي ومتميز جدا، فده ليه الطالب ممكن يخش بي اي اس. هو بيخرج لسوق العمل اصلا يقدر يشتغل في مجال البيزنس ويقدر يشتغل في مجال الاي تي، ممكن يشتغل اتش ار، ممكن يشتغل ماركتنج سيستم اناليست، يقدر يشتغل كمان في الداتا بيز وويب ديزاين وويب ديفلوبمنت. فهو معاه كل المجالات يقدر يشتغل بيها في كوربريتس وفي بنوك. ده صور للكليه. عندنا برضو الكليه دايما بتدعمنا بندوات من مايكروسوفت من جوجل، حاجات نقدر نطور بيها نفسنا. بتعمل لنا برضو ستودنت اكتيفيتيز، عندنا 3 دوس وعندنا ناكتس. 3 دوس بتدعمنا دايما بورك شوبس في المجالات بتاعه البيزنس والمجالات بتاعه الاي تي، بتعلمنا اكتر عن الحاجات اللي موجوده وازاي نقدر ان احنا كسوق عمل ايه المجالات اللي ممكن نشتغل فيها. في عندنا ناكتس وهم خدوا المركز الثاني على مستوى مصر على كل الكليات الموجودة في مصر. هو أصلاً أكتا ستيونت أكتيفيتي عالمي، يعني مش هنا بس في مصر، هو موجود في 44 دولة تانية. خدنا السنة اللي فاتت مركز تاني، والسنة دي مركز تاني على مستوى مصر. خدنا فيرست بليس في 6 جوائز لكمبتشنز مختلفة من شركات مختلفة وكوربريت مختلفة زي أوراسكوم وجوهينا وغيره. دي صور للكلية وللنشطات الطلابية اللي بتتعمل فيها. دي صور لحفلات التخرج اللي بتتعمل في الكامبس بتاع حلوان في المسرح بتاعها. بس كده، ميرسي قوي. شكرا لحضراتكم يا جماعه، وكده انتهى العرض بتاع جامعه حلوان. دقايق وهيكون معانا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
And now, the next presentation today with us, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, that will be presented by Mr. Mahmoud Allam. مساء الخير، ايه الاخبار؟ هنتكلم في البداية عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنيل البحري سريعا. احنا في الأكاديمية عندنا 12 كلية في 10 فروع. رانكد الأكاديمية على مستوى العالم المستوى 2408. خلينا نبدأ بفيديو سريع كده مدته 3 دقايق عن الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بروفيسور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، President of Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. It's my pleasure to welcome you to a grand establishment of the League of Arab States. It is the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. تضم الأكاديمية طلاب من أكثر من 50 جنسية من الدول العربية والإفريقية وكذلك أوروبا وأسيا وأمريكا في مختلف الكليات: كلية النقل البحري والتكنولوجيا، كلية النقل الدولي واللوجستيات، كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإدارة والتكنولوجيا، كلية اللغة والإعلام، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي، بالإضافة إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية لكافة تخصصاتها واعتماد نقاء لضمان جودة التعليم بمصر. حصلت الأكاديمية على العديد من الاعترافات الدولية لشهاداتها مثل زيفا، ريبا، أبت، أيزو 9001. والأكاديمية العربية لها أكثر من موقع في أنحاء جمهورية مصر العربية: فرع الأسكندرية، المقر الرئيسي في أبي قير، مقر ميامي، فرع الأكاديمية بالقاهرة، مقر مصر الجديدة، مقر الدقي، مقر القرية الذكية، فرع جنوب الوادي بأسوان، فرع بورسعيد، وفرعان جديدان تحت الإنشاء: فرع الأكاديمية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرع الأكاديمية بمدينة العالمين. طبعا فرع العالمين هو واحد من أجدد فروع الأكاديمية، فهنبص عليه في دقيقة سريعا وبعد كده نكمل البرزنتيشن بتاعتنا. Thank you.
وسط كليات الأكاديمية والخدمات اللي بتقدمها الأكاديمية، هنتكلم عن واحد من أفرع كتير أو أزرع كتير موجودة جوه الأكاديمية. واحد من أهم أزرع التدريب في الأكاديمية هو مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية، ويمكن ده واحد من أهم المميزات اللي بتميز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنهل البحري، إن هي الوحيدة منفردة يمكن مكان تاني في جمهورية مصر العربية أو كمكان جامعي اللي بيقدم خدماته من مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية. طيب قبل ما نتكلم عن مركز ريادة الأعمال، احنا محتاجين نعرف يعني ايه ريادة أعمال او ايه المصطلحات اللي احنا بنسمعها، ايه هو الانتربرينورشيب او الانتربرينورز او الانكيبيترز الانفسترز الكلام ده كله. ريادة الأعمال وبصورة مبسطة يعني زمان كان دايما نقول علشان نفتح مشروع ايه اهم حاجة احنا محتاجينها، انتوا اللي هتجاوبوا عشان الايه اهم حاجة هتبقى ايه؟ الفلوس. لا انا على طول نعمل كده، لازم فلوس. دلوقتي الوضع اختلف شوية، فالفلوس يعني نقدر نقول المستثمرين موجودين وعايزين يستثمروا، اي مستثمر عايز يجيب فلوس. طيب ازاي هيقدر يجيب فلوس لو عمل حاجة مقررة او حاجة هي موجودة عندنا اساسا؟ هو محتاج فكرة جديدة تقدر تجيب فلوس. فكرة يا اما هبقى بحل مشكلة علشان اقدر اصرف فعلا على الحل ده واجيب ريفينيو ليا، او ان انا هعمل برودكت اساسا احنا محتاجينه. ومن هنا ظهرت ريادة الاعمال، ان انا بقى راس المال اللي انا محتاجه مش بس ان انا يكون عندي فلوس، لا بل اهم من الفلوس الفكرة اللي هدفع فيها الفلوس دي. وبالتالي من هنا ظهرت ريادة الأعمال بمفاهيمها ومصطلحاتها اللي هنتكلم عنها سريعا. بنسمع ستارت ابس، بنسمع اكسلريترز، بنسمع الدونرز، الايكو سيستم، الكلام ده كله. كل ده هنجو ثرو البرزنتيشن ونعرف الفرق بين الحاجات دي سريعا. وأول حاجة هي الترديشنال بزنس والستارت ابس، ايه الفرق بين الاثنين؟ هنلاقي هنا شخصيتين يعني تقريبا في حياتنا بننقسم بين الشخصيتين دول، اللي هو رائد الأعمال أو البزنس مان. هنرجع منها تاني ونسأل ممكن يكون ايه الفرق بين رائد الأعمال أو رجل الأعمال العادي. رجل الأعمال العادي ده هي فكرة عادية موجودة بس هو مستثمر فيها دايما. تمام. الانجينير ده عنده فكرة جديدة دارس. تمام دارس. اوكي طيب احنا لو جينا نبص على رائد الأعمال هنلاقي أول حاجة عنده الأوريجينال ايديا، هو عنده فكره جديده، مش ان انا في حد فتح محل فانا هفتح محل زي جنبه في الاخر نلاقي خمس محلات شبه بعض، لا انا عندي الاوريجينال ايديا بتاعتي، الفكره بتاعتي اساسا. تشينج ذا وورلد، هي يمكن كلمه بتبقى كبيره شويه بنحسها كبيره اللي هو هغير العالم، بس ستيل هو اللي بيغير العالم، شويه حاجات صغيره جنب بعض بتكون حاجات كبيره، فالحاجات الصغيره دول هم رواد الاعمال او الافكار الجديده. وهنتكلم دلوقتي عن نماذج لمشاريع غيرت حاجات في حياتنا اليوميه. الكريزي ريسك، لازم تبقى ريسك تيكر، لان تكون عندك اوريجينال ايديا فانت بتتكلم عن حاجه جديده، حاجه مش موجوده، فانت لازم يبقى عندك روح المخاطره. لا مش هي النو هاو، النو هاو هو ازاي انا هشتغل على الاوريجينال ايديا دي. ازاي ان الاوريجينال ايديا دي فكره جديده في القطاع الطبي، النو هاو هجيبها من الدكاتره نفسهم او المتخصصين في القطاع. لا لا، النو هاو مختلف عن الجزء اللي هو الفكره نفسها. تمام. طيب البيزنس مان هو كوبز ايدياز، انا هفتح هايبر ماركت، هفتح شركه، هفتح مصنع، حاجات عارفينها يعني. لو قال انا عندي مصنع بلاستيك فاحنا عارفين هو ايه. طب لو حد قال انا عامل عندي الابلكيشن اسمه اير بي ام بي، حد عارف ايه الابلكيشن ده؟ فهو ابلكيشن في المتخصص في الجزء بتاع الفنادق والكلام ده، بس هي اوريجينال ايديا، فبالتالي هنلاقي ان احنا ما سمعناش عنها قبل كده غالبا يعني. طيب الشير بروفيت هو ان انا ببص على البروفيت الى حد ما بتبقى ثابته، انا عارفين النسب، الناس اللي معايا انت ليك نسبه كذا نسبه كذا، بمبالغ ثابته بتحرك جواها. اخر حاجه ان انا المانجمنت ريسك مش عالي زي الفكره الجديده. الفكره الجديده انا بجرب حاجه جديده لسه مش عارف هل هي هتمشي هتجيب فلوس او لا، ولكن هنا الريسك بتاعي انا عارفه، انا عارف لو انا بنتج ميه، بنتج اكل، بنتج اي برودكتس اللي بستهلكها كل يوم، فانا عارف الريسك بتاعي وحاسبه هيبقى في طريق في نقل في حاجات زي كده. طيب للبزنس نفسه، ثقافة البزنس نفسه، لو جينا نبص بين فكرة المشروع الستارت اب او المشروع الشركة قائمة، لو انا في الكالتشر نفسها الثقافة تبقى مختلفة. المايند سيت بتاعت رائد الاعمال دايما هو انوفيتيف، دايما بيدور على الحاجة الجديدة، مش مقفول او متحدد بحدود معينة، لا هو دايما مش ثينك اوت اوف ذا بوكس، هو بالنسبة له مفيش بوكس اصلا. الفلات ستراكشر ان رائد الاعمال لما بيشتغل على بروجكت هو او التيم اللي معاه ما بيبقاش مرؤوس تحته اثنين تحته ثلاثه، لو ما كانوش كلهم اون ذا سيم لاين غالبا المشروع مش هيمشي بالشكل السليم، او مش هيبقى جواهم الروح اللي احنا قادرين ناخد الريسك مع بعض او نحس بالاونرشيب ناحيه البروجكت بتاعنا اصلا. الورك اورز بقى، ساعات الاعمال، الكرياتيفيتي نفسها، احنا مش مرتبط، رائد الاعمال ما بيكونش مرتبط بوقت.
احنا ان شاء الله مش هنعدي 20 دقيقه. تمام. الكرياتيف ورك نفسه ان انا دايما بدور على حاجه جديده، لان لو ما عملتش حاجه جديده فانا هفضل واقف مكاني في السوق. لو بصينا على البيزنس نفسه فنلاقي الكالتشر بتاعتنا اللي احنا عارفينها، الهيراركي اللي احنا عارفينه، رئيس ومرؤوسين وتحتهم النواب، ونفس الاستراكشر العادي اللي بنمشي بيه. طيب خلينا نقول امثله مثلا في الاكل من الستارت ابس اللي حوالينا ممكن يبقى ايه؟ حاجه في ستارت اب او مشروع ناشئ ليه علاقه بالاكل حوالينا، اشهر حاجه بنستخدمها كلنا ممكن تبقى ايه؟ لو حاليا طلبات اطلب الفاست فود طلبات. يعني لو هنجيب الستارت ابس من وسط حاجات اليوميه اللي احنا بنستخدمها نفسنا، اوبر في العربيات دلوقتي، اوبر وكريم وان درايف وحاجات كتير. الميديكال نفسه عندنا فيزيتا وعندنا اليداوي عشان الصيدليه وكذا حاجه. اير بي ام بي وده اللي بنتكلم عنه، الفنادق، ان الكونسبت الفنادق، انا لو عايز اسافر بره دلوقتي وقدامي ان انا ادفع 1500 دولار مثلا او 1000 دولار في الليله او 50 دولار، هدفع ايه؟ وتقريبا السيرفيس هتبقى قريبه من 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 بعض، نفس الليفل اوف سيرفيس، نفس الليفل الخدمه، اكيد هبص على الحاجه الاقل، وده اللي بيوفره اير بي ام بي. طيب هل السوق نفسه بتاع رياده الاعمال السوق شغال او في استثمارات بتتضخ فيه والكلام ده؟ يعني احنا لو هنبص على الارقام دلوقتي، سوافل مثلا او فيزيتا او تريلا او بوستا من اكتر الستارت ابس اللي شغاله، والفندز اللي هي خدته سوافل 174 مليون دولار في فند خدوه بعد الارقام دي، فيزيتا 71 مليون، تريلا 42، بوستا 9.5 مليون، وبوستا برضو خدت فند اكتر من كده الفتره اللي فاتت. يعني طيب هل انا جاهز ان انا انفذ الفكره بتاعتي، او ايه اللي انا محتاجه علشان اقول انا كرائد اعمال عندي فكره، او الفكره دي قادر ان انا انفذها اصلا؟ طيب هنمشي سريعا في النقط دي. اول حاجه passion about it، انت متحمس للفكره بتاعتك. انا لازم، لو مش متحمس للفكره بتاعتي فانا محدش هيبقى مؤمن بالفكره، لازم اكون مؤمن بفكرتي عشان اللي قدامي اقدر اقنعه اصلا بالفكره دي. تاني حاجه ان الفكره تكون بسيطه، الريفينيو ستريم، ان انا الفكره دي تجيب لي فلوس. انا مش مجرد ان انا هعمل فكره ومش هتجيب لي فلوس، الفكره مش هتستمر، لو استمرت اسبوع او شهر او سنه فهي مش هتستمر اكتر من كده. الخطوات بتاعتي تبقى محسوبه قبل ما هبدا اعمل الريفينيو، ابقى عارف الخطوات بتاعتي كويس واحسبها كويس، انا ازاي هقدر اوصل للريفينيو ده، عارف الكاستمر اللي انا هشتغل عليه، عارف السوق، السوق نفسه بالنسبه لي سوق كبير ويتسع ان انا اقدر ادخل اخدم ناس، مش هعمل ابلكيشن مثلا او اقدم سيرفيس تكلفتها بتكلفني سي 500 جنيه او 1000 جنيه للكاستمر الواحد، وهلاقي ان انا في الاخر بشتغل على 10 او 20 او 50 كاستمر معنى اصح. تمام. من النقط المهمه جدا تراي تو كيل يور ايديا، حد هيقول لي طب يعني انا موت فكرتي ازاي؟ يعني المقصود بالجزء ده ان انت حاول تجيب ناس تنتقد فكرتك، كل الانتقادات اللي ممكن تتخيلها واللي ما تتخيلهاش قبل ما تبدا تنزل السوق او تدفع فلوس، لان كل ما كنت فيل ايرلي، لو انت فشلت بدري فده هيكون احسن بالنسبه لك. بي كوتشبل، ودي الاهم، اسمع بس فلتر اللي انت بتسمعه علشان تقدر تنفذ فكرتك. طيب بنسمع هل كل المشاريع اللي بتتعمل بتكون ناجحه؟ لا بالعكس، في نسبه كبيره جدا من الستارت ابس بتكون بتفشل ومش بتكمل او بنرجع لها تاني، والاسباب هتبقى كتير. ممكن اي مشروع يفشل لسبب واحد او لعده اسباب من دول، سنجل فاوندر، ما مش معايا تيم، مش مخطط للفكره، مش مخطط الفكره بتاعتي كويس، بس سبند تو ماتش، ان انا صرفت كتير على الفكره اكتر من ما الفكره تستحق اصلا، اسباب كتير. طيب الانتربرينورشيب ايكو سيستم في مصر، هل في ايكو سيستم اساسا داعم للانتربرينورشيب في مصر؟ دي يعني تقريبا موست اوف الجهات او المؤسسات اللي بتدعم رياده الاعمال في مصر، سواء من التواصل ان هي بتعمل تشبيك او الفاندنج ان هي بتدي فند او تكنيكال سبورت او بتدرب الناس عن رياده الاعمال اصلا. طيب بعد كده it's your decision، هنرجع تاني للنقطة اللي اتكلمنا عنها وهو مركز ريادة الأعمال. it's your decision، هنا كان القرار، هل احنا ندخل في الجزء ده ونبدأ نشتغل فيه وندرب الناس فيه كجامعة أو كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ولا لا؟ ومن هنا بدأنا من 2015 نأسس مركز ريادة الأعمال، وده كان في الجي اي دبليو، واحدة من المؤسسات الكبيرة في ريادة الأعمال على مستوى العالم في 2015، علشان نكون بنقدم السيرفيسز دي في مركز ريادة الأعمال. طيب ايه هنا او دي بتعبر عن ايه؟ احنا لو بصينا هنا هنلاقي معظم البروجرامز اللي بيقدمها المركز، من حاضنات لاكسلريتور لمسابقات.
دي تكملة للبرامج بتاعتنا، هنلاقي ان رواد الاعمال بالنسبة لنا بيقوا متقسمين ثلاث مراحل. اول مرحلة ideation، انا ما عنديش فكرة او عندي فكرة ومش عارف هل الفكرة دي اساسا قابلة للتنفيذ ولا لا. بنشتغل على العرب يوس والخريجين والستارت ابس نفسهم، ان انا لا انا عندي فكرة وفكرة وقائمة وعامل البيزنس موديل بتاعها وجاهزة ان هي تتنفذ ثرو البروجرامز بتاعتنا، من اول زي ما قلنا المايند سيت، الايديشن، البروتوتايب او الفاليديشن قبل ما ابدا اصرف على الفكره، للانكيوبيشن، لللونش، للجروث نفسه. طيب امثله للحضانات اللي عندنا، دي اول حضانه متخصصه في اللوجستيات والاسئله الامداد اللي هي سبلاي تشين انكيوبيتر، في حضانه مشرق للسياحه، ودي حضانه لكل المشاريع المتعلقه بالسياحه، اي فكره لها علاقه بالسياحه. حضانه ذوي الاعاقه، ودي بالتعاون مع مشروع 2130 وزاره التخطيط. حضانة تنمية وتطوير، دي حضانة متخصصة في الأعمال الزراعية، كان أول منطقة اشتغلنا عليها هو الصعيد. الستارت اب سكول، ده الـ LMS system أو الـ Learning Management system بتاعنا، بتاع الأكاديمية، التعليم عن بعد بمعنى أصح. لو أنا عايز أتعلم ريادة أعمال أنا مش في الأكاديمية، أو عايز أشوف الكورسز دي، فأنا ممكن أخش على البلاتفورم ده وأتعلم ريادة الأعمال أيا كان الستيج اللي أنا فيها، سواء في الأيديشن أو في البري انكيوبيشن أو في الانكيوبيشن. حاضنة لطلاب الأكاديمية، دي حاضنة معمولة خصيصا لطلاب الأكاديمية، مش مرتبطة بمجال، أي فكرة في أي مجال. فهو مهمة مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية إن احنا نرعى الفكرة دي لطلبة الأكاديمية أو خريجين الأكاديمية الفريش لحد ما يقدروا ينفذوا الفكرة دي، سواء إذا كان تكنيكال سبورت أو فاينانشال سبورت. تاني بنرجع نتكلم عن نفس البروجرامز بتاعتنا. بروجرام يلا ستارت اب، ده كان بروجرام موجه لطلبه الاكاديميه، اليوس انكيبيتر لطلبه الاكاديميه. الستارت اب سكول، ده برضو لتعليم رياده الاعمال لطلبه الاكاديميه اونلاين. الرالي كومبيتيشن، ودي واحده من اكبر مسابقات رياده الاعمال اللي بتعمل في مصر. كان في منها ثلاثة فيرجن، الايجيبت بتتعمل على مستوى مصر وعلى مستوى العرب، وان شاء الله هتبقى على مستوى افريقيا كمان. ده التايم لاين بتاع المسابقه بتاعتنا. مسابقه رالي مصر رياده الاعمال بدات من 2017 واستمرت لحد 2020 و2022، ده كان اخر فيرجن للرالي. من الفيرجن بتاعت الرالي كان العرب رالي في البحرين 2019، كان توتال الجوائز $220,000 للفايزين، وكان المركز الثاني بالمناسبه كان من مصر. رالي اكسلريت، ايه هو الرالي اكسلريت؟ او دي الحاجه السيرفيس اللي بيقدمها مركز رياده الاعمال في الاكاديميه، مش بس للطلب او للخريجين، لا لاي حد عنده فكره شغال وفيها مشكله بمعنى اصح، او محتاج فند، عنده ايشو معينه تكنيكال سبورت في جزء معين، فهو رالي اكسلريت. نسمع عن رالي اكسلريت. مصرية جابت استثمار بمليون، 5 مليون، 25 مليون دولار. ده بالضبط الهدف من برنامج رالي اكسلريت. رالي اكسلريت is an end-to-end fundraising program. هنختار 70 شركة ناشئة مصرية من قطاعات مختلفة، هيقابلوا خبراء ومستثمرين، هنعملهم investment readiness program كامل عشان نأهلهم للاستثمار. مجموعة منهم هياخدوا خدمات بقيمة 7 مليون جنيه من مركز تحديث الصناعة الـ IMC. مجموعة منهم هيكون ليهم media exposure و publicity كبيرة، والأهم ان في مجموعة هنساعدهم بالحصول على الاستثمارات. في جهة متخصصة هتساعدهم في الفند ريزنج، هنوصلهم بفي سيز وانجل انفسترز في دول الخليج، من امريكا، من اوروبا، هيبصوا على البروفايلز بتاعتهم، هيبصوا على الشركات بتاعتهم، ويبقى في فرصه كبيره يحصلوا على استثمارات من الفي سيز دي. وفي الاخر في 5 منهم هيحضروا برنامج في المانيا، يقابلوا رواد اعمال، يقابلوا مستثمرين، يقابلوا منتورز وسبجكت ماتر اكسبرتس، هيستفيدوا من خبراتهم، يتعلموا الايكو سيستم الاوروبي في رياده الاعمال، وينقلوا الخبرات دي للشركات بتاعتهم. لو انت بدات شركه ناشئه في مجالات الفينتك، الهيلث تك، الاجري بزنس، السبلاي تشين لوجيستكس والتوريزم، فرصتك تقدم في رالي اكسلريت قبل 15 فبراير، وان شاء الله تكون ليها قيمه كبيره على البيزنس بتاعك. بالمناسبه رالي اكسلريت اول سايكل هم خلصوا ومسافرين المانيا فعلا في خلال الشهرين اللي جايين دول ان شاء الله. طيب استكمالا لمسابقه رالي مصر رياده الاعمال، الفاينل بتاعها دي اخر فيرجن للمسابقه، كان في العالمين من شهر.
هنتكلم عن البارتنرشيبس اللي عاملها مركز رياده الاعمال في الاكاديميه علشان نقدر ندي السيرفيسز الكويسه لتاهيل رواد الاعمال عندنا في الاكاديميه. هنلاقي اليونيدو، وضواني، اليو اس ايد، الاي سي اس بي، المشاريع مسميدة، نروت البنك الاهلي، اكاديميه البحث العلمي. واحدة من أهم الحاجات اللي حصلت لمركز ريادة الأعمال هو أن الأكاديمية خدت University of Zaire by General Global Entrepreneurship Network اللي هي جامعة العام في ريادة الأعمال. ده التيم بتاعنا. الحاجة الأخيرة اللي حابب أقولها في نقطة الأفكار أو ليه إحنا اهتمينا وإحنا بنتكلم عن الأكاديمية جزء ريادة الأعمال. يعني خلينا أقول لكم أن كتير مننا بقى دلوقتي بيتخرج ايا كان التخصص بتاعنا، سواء كليات قمه زي ما بنقول المصطلح الغلط او مش كليات قمه او ايا كان، بس دايما احنا بندور على الحاجه المتميزه او على الحاجه الجديده. في فرق بين ان انا اكون متخرج معايا شهاده او ان انا اكون متخرج ومعايا المشروع بتاعي اللي بكسب منه، وده اللي بيقوم بيه مركز رياده الاعمال في الاكاديميه كواحده من اهم الخدمات اللي بتقدمها الاكاديميه لطلبه الاكاديميه، ان انا برع مشروعك او فكرتك ايا كان في مجال دراستك او مش في مجال دراستك، واقدم لك التكنيكال سبورت اللي مطلوب والفاينانشال سبورت علشان تقدر تبقى متخرج، مش بس متخرج بشهاده، لا متخرج بشهاده ومشروع في نفس الوقت. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، لو حابين تسالوا عن اي حاجه انا معاكم اكيد موجود. شكرا لكم.